السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر فائن. آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ. اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن سورۃ التکاثر. سو فسٹ لیسن دا ڈیفینیشن آف حفظ السورۃ. ٹو میمورائز اینی سورہ فرام دا قرآن از کالڈ حفظ السورۃ. To memorize any surah from the Quran is called Hibdu Surah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Once again we will repeat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون.
كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Students, listen to Surah At-Takathur very carefully and learn it by heart. Now, we will learn the dua at time of Adhan, Islamic call to pray. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأن محمدا وأن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا Translation I bear witness that there is no one worthy of worship besides Allah who is alone and has no partner and Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the servant and messenger of Allah. I am pleased with Allah as my Lord and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as my messenger and Islam as my religion. Once again we will repeat. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأن وأن محمدا محمدا عبده عبده ورسول ورسول رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا Translation I bear witness that there is no one, that there is no one worthy of worship besides Allah, who is alone and has no partner, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah.
is the servant and messenger of Allah. I am pleased with Allah. I am pleased with Allah as my Lord. As my Lord. And Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as my messenger. As my messenger. And Islam as my religion. And Islam as my religion. Listen to it very carefully and learn it by heart. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.